طب اول وحدة كم؟ عندي هون 10 ناقص 11 ناقص وحدة، صار عندي 10 9، عندي هون ناقص 9 ب، شو بيساوي؟ 72، كأنه حلينا مثل قبل شوي. ناقص ب شو بتساوي؟ 8، معناتها زائد ب شو بتساوي؟ شو حكينا عنها؟ 10، صح؟ حلينا قبل شوي نفس اللي بعده. اللي بعده عندي مطابقة، هيك يا ريان، شو بتقول مطابقة؟ في عندي مطابقة انه عندي تربيعين وعندي سالب، بتقول ا ب زائد ب ا شو ضرب ا ب ناقص ب ا تساوي اكس ضرب ا مربع ناقص ب مربع، شو بدي نكتب؟ ا زائد ب في ا ناقص ب، يعني كلنا عم نطبق علينا المطابقات الفعلية. هلا كم ا عندي هون؟ عندي 10 وحدة 11 ا، وكم ب 11 ب، فراح طالع 11 عامل مشترك. عندي هون 9 راح طالع، شو بضل معي؟ ا ناقص ب تساوي اكس في ا زائد ب في ا ناقص ب، وعلى اعتبار انه ا لا تساوي ب، معناتها انا بحق لي اقسم، صحيح؟ بقسم هدول بقسم هدول، شو بضل معي؟ اكس شو بتساوي؟ 99. اللي بعده، بما انه طالب مني الجمع، فانا شو راح اعمل معناتها؟ راح اجمع، شو راح يصير معي؟ راح يصير معي ا ب زائد ب ا، يعني كم ا؟ 11 ا زائد ب، صح؟ معي؟ تساوي اكس، راح طالع ا زائد ب عامل مشترك، شو بصير عندي هون جوا؟ اكس زائد واي، صح؟ هدول بيروحوا مع بعض، شو بضل معي؟ اكس زائد واي شو بتساوي؟ بتساوي 11. اللي بعده هذا 8 زائد 70 زائد 400، احتياط راح اكتبه هيك، يساوي، عفوا. اي ممكن تحلي مثل الاي كيو مثلا. تعال نشوف 11 اكس هون، صح؟ 11 اكس شو تساوي؟ 100 اكس زائد 11 واي، صحيح؟ نقول هي لهون، شو بصير معها؟ تساوي، اذا انا هي لهون شو بصير معي؟ 89 اكس زائد 11 واي. هلا بنبلش عاد موضوع الاحتمالات. انا شايف انه هدول الاحتمال انه يطلع عندي 400 منين بده يجي، احتمال يطلع عندي 70 منين و8 منين. الاحد هو 8، معناته هون اذا ضربت ب2 شو بيطلع معي؟ اذا ضربت هون ب2 شو بيطلع معي؟ 2. هون شو لازم تكون؟ 6. بيطلع معي 6؟ لا، مشان نوفر من اي وحده من الخمسه هاي؟ اكس 5. اذا كانت اكس 5 شو راح يكون الاحاد؟ 5 ضرب 9 45، معناتها الاحاد راح تكون 3، صح؟ مشان تصير مجموعه 8. خلص بدي اجي داون اكس ضرب واي 15. الشغل على موضوع الاحاد اكثر شيء بيساعدني هو الاحاد، حتى كمان التقدير ما في عدد راح اضربه هون، ما في الرقم الواي شو راح تكون اكبر شيء؟ 9. 9 ضرب 11 99، مستحيل تعطيني 400، معناتها ال 400 ما انا جاي من الواي، 400 جاي من اكس، فاكبر اقرب شيء هو الخمسه. اللي بعده هذا حلينا مثل من ثانيتين، بنقسم اثنين على بعض يطلع معي سي على دي شو بتساوي؟ تساوي 108 على 144، ولكن عندي اتعامل مع ارقام فبدي اياهم اصغر شيء، فبيطلع معي 54 على 72 بيطلع معي 27 على 36 بيطلع معي، قسمها 9 3 على 4. فعرفت هلا انا هون انه سي دي مين هي؟ هي 34، صح؟ هلا باين عندي ا بي، اذا عرفت انه سي هي 3 فشو راح تكون ا بي؟ 36، صح؟
6 ضرب 4 الآحاد لازم يكون 4، فبيطلع هدول كلهم برا. وشو بيضل الجواب؟ بيضل بي، لأنه 6 ضرب 4 24، الآحاد 4. اللي بعده نظام سباعي، البي ضرب 7 بالأس 0 شو بتعطيني؟ بي. والا ضرب 7 بالأس 1 شو بتعطيني؟ 7 أ ناقص الا بالأس، الا ضرب 7 بالأس 0 هي أ، زائد البي هي 7 بي، هذا كله شو بيساوي؟ 30 بالنظام العشري. هلا عندي بي ناقص 7 بي ناقص 6 بي، و7 أ ناقص أ زائد 6 أ شو بيساوي؟ 30. قسم على 6 بصير عندك أ ناقص بي شو بتساوي؟ 5، صحيح؟ شو طالب منك هو؟ طالب منك أ على بي. نبلش موضوع الاحتمالات، شو ممكن تكون، شو ممكن تكون أ؟ مستحيل تكون، يعني بتبلش من الستة صح؟ تكون آ تسعة، إذا كانت آ تسعة شو بتكون بي؟ هالحالة هاي تكون بي أربعة، وإذا كانت آ ثمانية شو بتكون بي؟ خمسة، وإذا كانت آ سبعة شو بتكون بي؟ اثنين، وإذا كانت آ ستة شو بتكون بي؟ واحد، صح؟ احتمال ثاني؟ لا، بي اثنين، آه هون قصدك؟ فأنا طبعاً الوحيد الضابط بين هدول مين هن؟ مين هو؟ هو آخر واحد صح؟ إن تكون آ ستة وبي واحد، لأن الوحيد راح يعطيني عدد صحيح، راح يطلع معي هون ستة على واحد، ستة على واحد وتساوي ستة، أما هدول كلهم راح يكونوا عبارة عن كسور. وحتى مو بس هيك، فينا نحكي بموضوع الرفض من هون من الأرقام، يعني أنا هون لازم يكون عندي آ أصغر من أصغر من سبعة، يعني ما بصير يكون آ واحد من هدول الاختيارات اللي حطيتهم هون، مو هو رقم موجود في نظام عد سباعي، فهذا كله مرفوض. اللي بعده شو بنكتب هذا بسرعة؟ 3 زائد 0 زائد 2 بالأس زائد 2 ضرب آ بالأس بالأس 2، هذا كله مضروب بمين؟ مضروب بثلاثة، شو بيساوي؟ تعال فك هاي، عبارة عن واحد زائد اثنين آ زائد اثنين آ مربع زائد آ مكعب، صح؟ هلا ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة، زائد ثلاثة آ عفوا زائد ستة، زائد ستة آ مربع شو تساوي؟ سو واحد زائد اثنين آ زائد اثنين آ مربع زائد آ مكعب. هلا بنقول بنظبطهم، نعملن آ مكعب زائد، نقول هاي لهون صين ناقص 4 آ مربع زائد 2 آ، اي 4 هاي لا ناقص، عم بنقولن لهون لأن آ مكعب خليتها موجبة، فنقلت هاي لهون صارت ناقص 4، بس ظبط الأربعة زي ما بدكم، وصارت هي زائد 2 آ، وصارت هي شقد ناقص 8 شو بتساوي؟ تساوي الصفر. شلون بحل معادن الدرجة الثالثة؟ أول شيء خلينا ننظر لهون، آ لازم تكون أكبر من 3، وآ لازم تكون أكبر من 3. طيب معناته ما استفدنا شيء، بنعوض، نعوض أول وحدة 64 ناقص 64 راحوا مع بعض، زبطت معنا من أول وحدة صح؟ نقول وحده زبط. دائما معادلات الدرجه الثالثه الا بالتعويض عشان ما اروح وقت، ما عندي وقت. اللي بعده الثامن، بده هذا العدد كله ينكتب باي نظام؟ نظام عد سداسي. ال 36 هي 6 بالاس 2، في فوق 2 شو راح تصير؟ 6 بالأس 4، وشو أمثالها هون؟ شو العدد؟ 1. 6 بالأس 3 موجود، معناتها هو ضرب 0 صح؟ 6 بالأس 2 موجود، هي موجود 36 زائد 6 بالأس 1 موجود، لا ما موجود، 6 بالأس 0 موجود صحيح؟ فبيطلع جوابي هو 1 0 1 0 1. اتفقنا؟ سلام، هذا اي هذا العدد.
فأساس يضرب فيه ظل نفس القيمة. إيه لك لازم ظل نفس القيمة. حلتين وميمة؟ حليتي من